قال مبعوث الصين الخاص للشؤون الافريقيه لي يوشي قال ان قمه منتدى التعاون الصيني الافريقي ستتبنى خطه عمل تمكن الجانبين من تعزيز التعاون في مجالات الحوكمه العالميه والامن والتجاره والاستثمار على مدار السنوات الثلاث المقبله واشار المبعوث الصيني الى ان التعاون بين الصين وافريقيا يعد مثالا للدعم والتكامل المتبادل. إن الصين وأفريقيا متكاملتان إلى حد كبير فيما يتعلق بمزايا التنمية، ذلك أن أفريقيا تتمتع بموارد طبيعية ثرية وحصص ديموغرافية ضخمة، كما تتمتع بوتيرة تحضر متسارعة. الصين من جانبها تعمل على تعميق الإصلاح وتعزيز تحديث النموذج الصيني، نعمل أيضاً على تعزيز نموذج إنمائي جديد ونروج لنموذج تنمية عالي الجودة. تتمتع الصين بمزاياها من حيث رأس المال والتكنولوجيا وخبرات التنمية.